والفقرة في البرنامج جورنا اليوم. تجوب هذه السيدة منذ ساعات الصباح الأولى مختلف الصيدليات في محاولة يائسة منها للبحث عن دواء لمعالجة أخيها الذي يرقد في السرير نتيجة إصابته بمرض تحفظت عن ذكره. لا عندي مالاد على ميزون سي ان تريتمون لور وما نصيبوش لازم حتى نروح عند دي فارماسي جي في توت لي فارماسي دالجي بناكل البيان كيما اتيميل جابوها لي من الخارج. هذا وتفتقر الصيدليات حاليا الى عدد كبير من الادويه الغائبه عن السوق المحليه منذ ازيد من 8 أشهر، ما جعل العديد من الصيادله يعجزون عن توفير الدواء لزبائنهم من المرضى. والله صدقيني غير لما دوك نحكموا الوصفه غير حنا نخافوا لي برودوي صيدال وما كاش. على سبيل المثال نعطيك لا فيتامين بي 12 تصنع في هنا في صيدال راهي ما كاش. الفازال هذا ما كاش خلاص، الفونتولين بروستامات سي دي برودوي سبيسيفيك تاع المريض اللي لازمو يشربها تراتمو تاع 3 مو وروح. إسراع الوصاية في تنصيب خلية المتابعة من شأنه حسب الصيادلة وضع حد لأزمة ندرة الأدوية التي تضرب البلاد. تنصيب هذه الخلية علاش؟ باش لو بروبليم نبدوه من الأساس، خاطر علاش كيكون في لو فابريكون والامبورتاتور تما نحبسوا وقف بلي كاين يبتدي ميديكامون قدام ما توصل الصيدلي. حلم الحكومة بجعل الجزائر قطب في الصناعة الصيدلانية يدفع ثمنه المرضى والصيادلة، رغم أن آخر الأرقام تشير إلى ارتفاع نفقات الصيدلية المركزية إلى 88 مليار في 2017.